السلام عليكم ورحمة الله. إذا التعلم النشط وتحديات التعلم النشط. تعلم النشط في البداية سمعنا عنه الكثير، ولكن قد تفوتنا وجهي، يفوتنا مفهومه تعريفه. وقلنا قبل شوي إن التعلم النشط هو عبارة عن التفاعل ما بين المعلم والطالب في إنجاح العملية التعليمية. يعني نوعا ما إحنا فاهمين إن إشراك الطالب، بدل ما الطالب مجرد سلبي يكون إيجابي. إذا صار إيجابي في عمليات التعلم. في نهاية الدورة نقاطها الأساسية الحين بننتهي من الدورة وإحنا فاهمينها، اللي هي مفهوم التعلم النشط، أهمية التعلم النشط ومميزاته، متطلبات التعلم النشط وتحدياته. يعني حقويش إحنا نواجه معوقات أحيانا، ليش ما نطبق التعلم النشط، وإيش المشكلة عندنا وكيف نتغلب عليها، تطبيقات لاستراتيجيات التعلم النشط الأساسية. في عندنا علشان نفهم ونتوصل إلى أهمية التعلم النشط شيء يسموه هرم التعلم. هرم التعلم، نلاحظ أن إذا مارسنا التعلم النشط في المدارس في العملية التعليمية، أو أن احنا إذا مارسنا التعليم التقليدي، تطلع ناتج التعلم يطلع فيه فروقات كبيرة جدا. لو درست بأي حال من الأحوال التعلم التقليدي في أقصى صوره، في أقصى يعني لو كان المعلم في أقصى قدراته في التعلم التقليدي، ما بيصل إلى 30% من معدلات بقاء أثر التعلم عند الطلاب، ما بيتعدى 30% في حالة استخدم زي ما نشوف مشاهدات سمعية وبصرية، يعني شغل لهم شيء سمعي أو بصري مجرد يتلقوا، ما بيصل بهم إلى وايش أكثر من 30% بقاء إلى التعلم. بينما نحن قاعدين من فوق إلى تحت، نعم، نميز ما بين التعلم التقليدي فيه والتعلم النشط. بينما التعلم النشط نلاحظ هنا في أبسط صورة اللي هنا، إذا خليت الطالب يتحدث يتناقش ويكتب، هذا أبسط صورة من صور التعلم النشط. نلاحظ أن معدلات بقاء أثر التعلم بتزيد 50، بتوصل إلى 50% على الأقل في أبسط صورة، ما بالك لو استخدمت الاستراتيجيات العلم النفس التربوية اللي نتكلم عنها بعد شوي، اللي قد تصل بالطالب إلى 90% وأكثر في بقاء أثر التعلم. والشريحة اللي تكلمتنا عنها اللي هي تخص هرم المعرفة حق بنجامين بلوم، أيضا التعلم النشط يرتقي بالطالب في هذا السلم أو الهرم إلى المراحل العليا من التفكير أو من المعرفة في سلم بنجامين بلوم، ولكن للأسف سقطت الشريحة سهوا. على العموم احنا الان نلاحظ في هذه الصوره وش فيها مميز؟ فيها تفاعل نشط الطلاب مع المعلم. ايضا نلاحظ الغرفه اللي تلاقي فوق حاطين صورهم، فنلاحظ في اثر الى الطلاب نوعا ما في غرفه الصف. غرفه الصف مو مجرد ان هي تتعلق فيها الأشياء الافتراضية اللي يحطها المعلم أو الوسائل الافتراضية اللي يجيبها المعلم وياه، لا، الطلاب أيضا تم إشراكهم في إنتاج الوسائل التعليمية وجعل غرفة الصف بعد بالمرة مألوفة إليهم، صورهم إذا لاحظوا، طبعا الطلاب صغار، إذا كبروا الطلاب يصير إنتاجاتهم يمكن فكرية والمعرفية. لاحظ هنا الصورة وش فيها؟ إن الطالب قاعد يراقب أو قاعد يطبق يعني. يعني طالب هو اللي قاعد يطالب ثاني بحثه ويستكشفه عن شيء معين، ويمكن بينتجوا شيء جديد من خلال حوستهم وشغلهم على قيسوا ويطالب. اي نعم، وطبعا هذا شغل درس، يعني مو قاعدين يصلحوا، لان نلاحظ لا قياسات بالضبط، يعني دون اهل الرياضيات الظاهر قياس نصف القطر حق العجلة كم تسري صحيح، يمكن المحيط نشوف المحيط أو شيء حقها.
إذا في شيء يخلي التعلم النشط مهم وضروري، ألا وهو الفرق بينه وبين التعلم التقليدي. في ورقة العمل اللي أعطيت إياها، يمكن أخذت لك ورقة العمل هذه، بنستكشف من خلالها ونوعا ما استراتيجية تعلم نشط بيننا وبين بعضنا البعض الآن بشكل مجموعة، أولا بشكل فردي ومن ثم بشكل مجموعة. ناخذ فيها 10 دقائق ما يضر. راح لكم 10 دقائق من الآن لعشر دقائق، خلالها أنا بشغل محتوى خاص بالحاسب الآلي للبنت، وفيه تبين صور الطلاب وهم يشتغلوا التعلم النشط. انت بغينا نراقب ده ولا لا؟ لا لا ما عليك. الورقة الأولى فيها حالة أولى وحالة ثانية، نبغى نشوف الفروق بينهم. الفروق بينهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدنا. الله يحفظكم. يا موجودين موجودين في البيت. تفضل. اسمي علي. اي وخذ لك ورقة عمل بعد. كيف بسأل من اثنين يكون ورقة؟ ما سجل. اي اي سجل. اي سجل كيف كمان مكان ما تفتح له شوية. يعني لو تشغل ده. أنا راح. أنا شوية فتح معنا أنا. تاني بس. رحم الله والديك. سيد احنا قاعدين نجاوب على ورقة عمل، يعني ما تقريبا ما فاتك شيء، مجرد رحمك الله مجرد ان انت تحاول ان انت تحلها بتبين لك الفكرة اللي تكلمنا عنها. حليتها يعني؟ تكلمنا عن مفهوم تعلم النشاط وعن اهميته. فورقة العمل الاولى والثانية بس حاليا الاولى عشان يعني اقرا الحاله الاولى بس هاي. لا الورقه كامله هذه الاولى. كامل الفرق ما بين حالتين. سجل هني قارن بينهم وبعدين بشكل جماعي نتناقش عن الفروق هذه. مقارنة بين الحالتين.
اي دوله تسويها لنا. مسلم وعلى طول ايه يلا يا مساو شكل جماعي الآن ناقشهم على السريع نأخذ لنا دقيقة جمعوا هالشكل نناقشوا بعدين نأخذ إجابة واحدة على الاستقبال التقليدي يعني حيث ما يكون درس تلقين ما الآن يستخدم رسول مجموعات وشك عنها تعليم نشوف حديث حديث استراتيجيات لا أنا ألقي وأنت تستقبل بس على الثانية لا أنت اللي أقبلت يعني هو يشوف المفروض الوجه نفس الكلام يعني بس بصيغة ثانية هو يقصد إن مثلا تكون نزل هذا هذا تلقين وما يعني تقليدية زي ما تفضل الأستاذ قال ما هي طريقة تقليدية يعني وهذا المفعل النشاط بشكل مجموعات ومشغل المجموعة بشكل كفريق واحد يعني إذا ناخذ إجابة واحدة
اتفقوا عليه تمام. تفضل ابو عبد الله. سيد انا جاي من الخير ابو مصطفى. نفس الطريقه. لا انت ابو مصطفى عندك هنا تفصيلات. يلا ابو مصطفى. انا ما ادري انا اول شيء عندنا مدرسين احمد ومدحت احمد تعليم يعني هو معلم ممتاز يعني ما ينتقص منه لكنه يستخدم التعليم التقليدي. والثاني مدحت ويستخدم التعليم النشطفه. الحاله الاولى انه حكى الفكر من جهه المطبخ. صحيح. ما صار اي يطلع أما الثانية ما عرفة ما يكون له الطالب من المعرفة حين سمعه بكلمة جديدة ما أنت أول ما يسمع هذا الكلمة أنت قد أنت تؤمن أن هذا الطالب لا فكرة أوسع من هذا الحاجة اللي أنا أعطيه إياه أتوسع إياه أكثر من مجرد كونها ورقة عمل. هذا الحين التجمع اللي حصل بينكم والنقاش والحوار لو انا ما اعطيتكم هذا المجال واكتفيت انا بس مجرد القاء الشيء هل تتوقعوا ان تحصيل العلم اللي حصلته بيكون اكثر من جهتي ولا انتم قاعدين تتكلموا يا بعض؟ شيء طبيعي تماما افضل. فتخيلوا لو حصل هذا بين طلاب هل في مشكله؟ لا. هل في يعني انتقاص من قدر هذا المعلم؟ لا. يقدر المعلم يقنن يلا تفضلوا تجمعوا يلا تكلموا. يقدر ايضا يوجد حلول الى النقاش نفسه متى يتوقف متى يجيب. ضروري نستثمر هذه الاستراتيجيات في التعلم النشط وعدم حرمان الطلاب منها. يعني غرضي كان في التجمع هذا ان نلمس شقد التعلم النشط بيكون مفعوله اكثر من التقليدي. ف المقارنة هذه ممتازة ولكن أيضا الحالة اللي حصلت الآن هي نموذج جدا ممتاز فما نكتفي بمجرد المقارنة. نرجع إلى أهمية التعلم النشط. يمكن اتضح الحين لنا أهميته من مجرد المقارنة. فلو قلبنا الآن على ورقة العمل الثانية وأيضا اشتغلنا فيها بنفس الطريقة. كيف راح تكون خمس دقائق هالشكل؟ الدورة عن التعلم النشط. التعلم النشط. هو السؤال أبو عبد الله أبو إبراهيم إنه يطرح هل كل مادة تحتاج إلى تعلم النشط؟ سيد تمام اسمح لي. أين جيت؟ أنا سيد لو تعدل لنا بس الجوال في العين هذا يصوره اوه لا بس اعطيه فرنة من فوق ايوه الله يرحمه والديه تصوير علامه والله امسيه والله هذه بسبب السلام لنا فوق الظاهر ما الصوت كنت صورت مع انا صور انا الصوت فوق الصوت لا هاي صورة الله سلام كنا بدي الصور اللي إذا عدى أخوك لحالة نفسها لك نفسها لك تعمل شيء حبيب مزارع تصوير مقدس عليه
بالضبط مشاركة. أنا مو غرض إنها يعني خلص لا غرض إنها توصل لهم الفكرة فكرة تعلمنا شو يخوضوا صحيح بس ضرورة منصوب ما يوصل فجابة خبرانة يعطوني دورة إيه نادر منصور على حمد كثر يعني ما حصل حضر سهل أنا حمد المفروض أنا تطير لأنه هو يوم تأخر متأخر بعد ما بطلع الحين
لكن هذا القصد ان التاكد ان لا تخليته انا اشوف الاستراتيجيات ما تقف عند بس اللي احنا سويناه احنا، لا ممكن تبادل الادوار، اللي الطالب يشرح والمعلم هو اللي ممكن اسلوب المسرحيات، ممكن الكرسي الساخن الى اخره، خلط هذه كلها مع بعض في موقف تعليمي واحد. اهميه التعلم النشط عشان الوقت تتضح لنا اهميه النشط من خلال تشجيع الطلاب على العمل الايجابي عكس السلبي اللي قاعد في محله، ومساعدة المتعلم على إكساب الخبرة. وكلما ترك ترك المعلم الطلاب ليسجلوا ملاحظاتهم وليتناقشوا فيما بينهم، هذا وش بيتسبب؟ فإن الطلاب يتعلمون أكثر، يوصلهم التحصيل العلمي لا أكثر. سبب أن المعلم مو القطب الأوحد، مو العالم الأكبر. قد يكون في طلاب موجودين في الصف اكثر كفاءة من المعلم نفسه. صح. انا ما اتكلم خيال، اتكلم شيء لمسته انا في ارض الواقع. طلاب اكفاء من المعلم في استيعاب المحتوى، في القدرة على تحليل المادة العلمية، في القدرة على ايصال الفكرة. ايصال الفكرة، وهذا شيء عظيم جدا احنا نغفل عنه. يعني هو الطالب كمعلم اكفاء من المعلم نفسه اللي واقف على الطلاب، وهذا ما هو شيء عبثي، لا شيء أنا لمسته على أرض الواقع. أيضا أهمية التعلم النشط نقدر نستكشفها من خلال الفوائد اللي يكتنزها التعلم النشط في داخله. التعلم النشط يوفر فرص للتفكير الأعلى، هذا تكلمنا عنها بالنسبة إلى سلم بلوم، بدلا من مجرد الاستماع السلبي في التعليم التقليدي. اثنين، تحدث الطلاب معا يوفر فرص للمساهمة والاستماع هم مع بعضهم البعض، تفكير الناقد أو التفكير النقدي critical thinking، وهذا حصل بينكم قبل شوي، واحد يقول شيء الثاني يقول أنا أجد أن هذا أفضل، هذا يرد عليه، هذا يصحح هذا، في النهاية وصلت إلى مفهوم شبه مكتمل، خلنا نقول بالمقدور أن احنا خلاص نعتمده أو ننشره أو نتكلم به إلى المعلم أو نلخصه. أيضا يتيح فرص للطلاب للتحدث عن أفكارهم والتفكير في صياغات أفضل، وهذا أيضا يحصل في الكريتيكال ثينكينج. أربعة، الطلاب يحصلوا على وقت للتفكير حول المعلومة والتحدث عنها ومعالجتها. في النهاية خمسة، يسمح بفرص لربط المحتوى بالحياة الواقعية. الطالب في التعليم التقليدي أنت تتكلم عن أشياء، تتكلم تتكلم تتكلم، بس الطالب ما استخدمها، ما ربطها، ما استفاد منها. حتى لو قلت له على سبيل المثال، على تظل انت قاعد تقول نعم، والطالب ما يعني ما بيقعد يجمع هذه الامثله كلها الا لو اشتغلها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الا لو اشتغلها بايده، لو بحثها، لو هو حصلها، في هذه الحاله بيستوعبها كامثله لي. من الأهداف اللي يقوم عليها التعلم النشط أيضا تشجيع المتعلمين على اكتشاف مهاراتهم، تشجيع المتعلمين على القراءة الناقدة، تشجيع المتعلمين على حل المشكلات، زيادة الأعمال الإبداعية لدى المتعلمين، وحدث بلا حرج من الأهداف والفوائد اللي يقوم على أساسها التعلم النشط. في متطلبات للتعلم بس حب الحين، في متطلبات للتعلم النشط اولا ما يتعلق بمتطلبات غرفه مصادر التعلم اللي لابد من توفرها في مصادر التعلم من اجل اجراء التعلم النشط، يصير بالامكان اجراءه. واحد، ان مصادر التعلم تتلائم مع احتياجات الطالب والمعلم والاستراتيجيه المتبعه في التعلم النشط. يعني مثلا كرسي ساخن، لابد ان الكراسي تكون متحركه مثلا على سبيل المثال، طاولات بالامكان ترتيبها باشكال. أيضا توفير خدمة الإنترنت داخل المدرسة وداخل الفصول بصورة تساعد على البحث والاستقصاء. إحنا الحين لما اشتغلنا في هذا التفكير الناقد اللي اشتغلناه ما استخدمنا مصادر، صح ولا لا؟ ما بالك لو موجود بعد مصادر، إيش قد بتكون فائدة، صح ولا لا؟ صحيح، أحسنت. والإنترنت هو أفضل وسيلة للبحث والاستقصاء، أفضل حتى من مجرد وجود مكتبة لا تتحدث. نعم. باستمرار المناهج والجهاز
جديدة صح ولا لا؟ أفكارها جديدة، بينما المكتبة قطعا بتكون شوية قديمة. الإنترنت لا مواكب. مناسبة حجم مصادر تاع الحجم يعني كميتهم المصادر الموجودة لتطلعات الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة. أيضا تحديد لوائح محددة، وبعض الأشياء أهملناها، دعم عملية التعلم بوسائل تقنية حديثة، أجهزة حاسب يعني سكانرات بروجكترات كذا، هذه وسائل لابد من وجودها في منطقة أو فصل مصادر التعلم. هذا طلاب فرحانين. متطلبات التعلم النشط في غرفة الصف أيضا بالإمكان نحن نسوي تعلم النشط في غرفة الصف. إيه نعم نشوف. أول أصلا اختلف عندنا هني مثلا فصول متنقلة، يعني كل فصل هو مركز مصادر التعلم. أحسنت أحسنت. يتم تنسيق جلوس المتعلمين بإشراف المعلم بحيث يكون جلوسهم إما على شكل حرف يو مجموعات يعني، أو على شكل حرف في، أو على شكل دوائر، وهذا لأكثر شيء إنه يكون بشكل دوائر. خطأ قد يقع فيه البعض إنه يكون بشكل خطوط قطارات، هذا لا ما ينفع. الطالب كيف بيتكلم يا الطالب؟ فبتصير بشكل عشوائي، ما يصير بشكل خطوط، أو إنه واحد من مجموعة رايح لمجموعة ثانية، لا كل مجموعة تحول بعضهم بعض إما هذه الحروف اللي شفناها أو بشكل دائرة. أيضا الطاولات ممكن أنها تكون متحركة، في بعض المدارس الطاولات ملحمة في الأرض صح ولا لا؟ هذا ما ينفع أن يكون في تعلم نشط، لابد أن الطاولات والكراسي خفيفة سهلة الحركة صغيرة صغيرة، أهم شيء أنها تكون صغيرة. ليش ما مثل الكبير تشوش فيها؟ هذه تعيق التواصل النظري ما بين طالب الطالب أو الطالب والمعلم. تكون مريحة قابلة للتحرك. تكون الطاولات أيضا نفس الشيء، طاولة المعلم اللي عليها الأدوات تكون في مقدمة الفصل، عليها الأدوات وعليها الحاسب الآلي، ولذلك القاعة يجب أن تقفل في الفسحة وغيرها. وكذلك وجود سبورة إضافية، سبورة إضافية إما الورقية هذه اللي تتقلب أو المتحركة هذه اللي موجودة في المدرسة كم واحدة منها، إضافة إلى السبورة الأساسية. التهوية والإنارة والموقع الأبرز في الفصل، في الفصل لتعليق الوسائل، بعض الوسائل يكون فيه موقع بارز يتعلق فيه الوسائل. هذه بعض الخطط لترتيب الكراسي والطاولات وموقع المعلم في قاعة التعلم النشط. عندنا في أسلوب المحاضرة الأسلوب التقليدي نلاحظ وش فيه، طالب المعلم قدام الطلاب والطلاب مصفوفين لحالهم هناك، بينما المناقشة لاحظ المعلم ما بينهم. التعلم التعاوني لاحظ، ودائما التعلم التعاوني في وجهه طالب، وجه فيه قائد، قائد مدير رئيس اللي هو التدريس المصغر، أيضا نفس الشيء المعلم مع مجموعة بسيطة من الطلاب يخوض معهم ويرتب معهم التعلم النشط على أي ممكن يدرس إياهم ويصير كواحد منهم مثلا، ممكن ممكن في تبادل الأدوار، وهذا هو مصطفى الطاهر سويته أنت تبادل الأدوار. أيضا في أسلوب المسابقة، في بعض الاستراتيجيات أسلوبها أسلوب مسابقة، فيترتب الطلاب كمجموعتين صفين هالشكل والمعلم يكون هو الحكم. تمثيل طيب في كتاب عن علم النحو، تمثيل طريقة التمثيل، تمثيل المسرحيه هذه إيه قد تكون بعض الاستراتيجيات تنحى هذا المنحى، فيمكن تكون إما تدريس مصغر أو بشكل مجموعات أو يمكن حتى محاضرة، بتكون في الغالب محاضرة هي بشكل محاضرة، بس بتكون تغيير جو الطالب لما يمسك الدرس حتى لو كان أسلوب محاضرة، إذا تخلى له إشراك للطلاب مثلا زملاء كذا بيكون فيه يعني أكثر من مجرد المعلم دائما دائما دائما، لا في تغيير والتغيير يتقبل. تحديات التعلم النشط هذه يمكن أهم نقطة في موضوعنا كله وقريب نخلص إن شاء الله. أخاف من البداية، تحدي معوق، ما نعرف أبدأ، أخاف هذا وش التعلم النشط غير هذا ما نعرف فالحل والحلول المقترحة باختصار، ابدأ بداية متواضعة وقصيرة، ما يضر مرة، يوم من هذا حق الأسابيع توزيع حقك يوم واحد، يوم جرب ابدأ فيه بداية قصيرة مختصرة، جهز لها سوي لها إعداد خطط سواء ذهني أو تخطيط، يدخل الطلاب يسوي هالشكل، أبقى أقول لهم سوي هذا
هذه الطريقة تخطي 1 2 3 ارسم دوائر اشكال الطلاب اشكال المجموعة. الادوات والمصادر مكلفة قد تكون على عاتق المعلم، ما يحتاج نكمل، لكن هذه يتعين على المدرسة خصوصا في ظرف ان التعلم النشط الان صار سائد توفير بيادة. إيه صار سائد وصار متطلب وتعالي صار باقي شوي يلزم المعلم، صح ولا لا؟ إيه. فما دام تلزمني الله هناك يتعين على المدرسة توفير أدوات القرطاسية خصوصا لأن أغلب الاستراتيجيات تستخدم أدوات القرطاسية ذات طبيعة استهلاكية هم هالشكل قدروا فضروري أنها تتوفر الله لا يهينهم. 45 دقيقة لا تكفي استراتيجية والطلاب بحوسه على ما نبدأ في الشغل يخلص الوقت، لا إذا أنت نظمت الوقت وضعت لك عدادات والطلاب أيضا رتبتهم وعطيتهم لمحة عن وش يصير خلال الوقت البداية. خلال 10 دقائق رتبوا أنفسكم، خلال 5 دقائق رتبوا أنفسكم، خلال 10 دقائق الثانية بدأوا لخصوا ابحثوا تناقشوا بعد نص ساعة بشيك على الجميع. نعم. مثلا يتعود وخلاص يكون عندك عداد تحمل عدادات من الانترنت فيه عدادات واجد والعداد او ساعة توجد ساعة تعلق ساعة انا هنا عندي ساعة لكن. نعم. الطلاب دائما انا اشير لهم بالوقت باقي هالقد باقي هالقد وهم صاروا اوتوماتيك ينتبهوا اليها فاذا لزمتهم بالوقت صار ممتاز. ايضا اتفقوا اياهم على حركة معينة يتوقف عندها النشاط، يعني مثلا إذا سمعت 4 طقات أو 3 طقات خلاص توقفوا عن الكلام علشان أنا بقول لكم شيء. مرحلة انتقالية مثلا نسميها، اتفقوا يوم على صوت معين يتوقف عندها النشاط مؤقتا. طبيعة الطلاب لا تتناسب التعلم النشاط في بعض المناطق أو كثير من المناطق، لا هني أنت ما جربت أولا. قد يكون عندهم زي ما هو مكتوب مفتاح لاستعدادهم الى هذه العمليه، في اكيد في مفتاح بس انت يبغى لك شويه تبحث عن هذا المفتاح. عدد المتعلمين كبير للاسف فعلا، هذه معوق صحيح، اقل من 10 بتخسر رغبه التنافس بين الطلاب، اقل من 10 ما بيشوفوا سبب انهم يتنافسوا، لكن ازيد من 25 يبدا يصير الإدارة الصفية شوي صعبة، يعني 3 طقات اللي نتكلم عنها ما بيسمعوها بشكل جيد إذا صاروا أكثر من 25 تقريبا هذا المناسب تقريبا حسب الاستراتيجية. إيه حسب الاستراتيجية بس في الغالب 25 خلاص ماكسيموم. بعض طلابي شبه ميتين لن يتفاعلوا، الكلام من البداية طبعا ما خاض التجربة، ستندهش ربما عندما تجد هؤلاء نفسهم هم الأكفى في التعلم النشط، هم اللي بيستانسوا، هم اللي بيحطوا فعلا هذه اللي وراكم الأشياء أغلبها اشتغلوا هذين اللي هم ميتين في التعليم التقليدي، يوم حطوا يدهم في تعلم النشط صاروا الأفضل والأكثر درجات، منافسين للطلاب اللي معتمدين على ذاكرتهم في التعلم التقليدي. أين وكيف سأبسط درجات التعلم النشط بس هالشكل الاحتفال؟ لا، في عندك أنت مجال كثير في المشاركة مثلا، يعني المشاركة زين تدخلي فيها هي من اسمها مشاركة تدخلي فيها النشاط هذا التعلم النشط. أيضا تسوي أنت أوراق عمل نفس أوراق العمل تخليها ابحث عن المعلومة التالية كذا وتخلي فيها جزء أو جدول لتقييم الطلاب ودرجتهم تقييم كل مجموعة ومن وراء كتبوا أساميهم ومدير المجموعة أو القائد حقهم هو اللي مشرف على تقييمهم، فأنت مرتاح في عملية تقييم الجميع أنه بيقيمهم من مدراء مجموعاتهم أو قادة المجموعات وأنت مجرد تستلم أوراق العمل وترصد درجات جميع الطلاب. في المشروع في المشاركة أو عندنا في المقررات في خانة المشروعات في خانات واجد يمديك تستخدمها. اختبار الشفوي إذا في اختبار شفوي هذا ليش تسوي لازم اختبار؟ سووا من درجة هذه الاستراتيجيات ما يضر.
ايضا من ضمن المخاوف او هل ستختلف، هل سيختلف الاعداد للدرس التحضير يعني بيختلف؟ لا، هو نفسه تماما، لكن اللهم الا بتزيد على الاستراتيجيه المستخدمه كذا بس، نفسه تسوي عمود الاستراتيجيه المستخدمه، عصف ذهني، كرسي ساخن، مشروعات، بحث واستقصار مثلا. ستفلت مني الاداره الصفيه، طلاب بهذه لا، هني يلزمك منذ الان ان تجعل لديك سعه صدر اكثر. تعود الطلاب يتكلموا، بس بيتكلموا في وين؟ في النقطه البحثيه، في نقطه الاستراتيجيه، في المحتوى، وان تتقبل قدرا اكبر من الحريه المحدوده بوش بالجديه. من تشوف طالب يهرج؟ لا، لازم تعتني بحالته، لازم، والا فعلا بيصير عندك تهريج، بيفلت الاداره الصفيه. لازم تستوقف للطالب وتحد من حريته شوي بحيث انه يبقى في المحتوى. يجب ان تميز بين من يضحك مبتهجا بالمعلومه، بتحصل حتى الطلاب يضحكوا في اثناء الاستراتيجيه، هذا على طول تمسكه، تعال ليش تضحك وليش مسخره، او ما تتحمل، لا حاول ان انت خلاص تتحمل حتى الضحك، لانه قاعد فرحان مثلا بالماده، انت تشوفه قاعد يشتغل وضحك، فاذا فرحان بالمعلومه، بينما الاخر اللي ساخر ومتنصل المسؤوليه وما هو قاعد يشتغل اصلا وجاي يقضي فسحه، هذا لا، ايضا اعتني بحالته، وضروري تستخدم وتحترف الثواب والعمل، ضروري احتراف يصير عندك في هذه العمليه. وابدا طبعا بحسن الظن، قد يكون انت ما شفته من بعيد. كيف سأدير عملية التعلم أثناء نقاش الطلاب؟ هنا قلنا أن إحنا لابد أن نتفق مع الطلاب من البداية أن إحنا نستخدم تعلم نشط، وأنا في عملية بسويها هالشكل، من أسوي هذا الصوت خلاص يتوقف النقاش وأنا بقول له، أو جرس، في البعض يجيب جرس، في البعض يجيب صفارة، وهذا منتشر عندهم في الغرب أنه صفارة يعني كأنه رياضة. ما هي الاستراتيجية الأفضل؟ وش الاستراتيجية الأفضل؟ هل في استراتيجية أفضل؟ لا، اللي يناسب. فأنا أروح أبحث عن الاستراتيجيات مصادرها العلمية الموثوقة، كيف أعرف إن مصادر علمية؟ أعرف إن هذا مصدر علمي إذا فتحت الكتاب أو فتحت PDF أو فتحت أي وورد مثلا، ملف وورد، وشفت اللي كاتب إنه يقول قال العالم الفلاني، عالم النفس التربوي الفلاني يرى كذا، هذا مصدر علمي وايش فيه؟ موثوق. لكن اذا واحد يتكلم مصور طلابه واستراتيجيه الكيك مثلا او استراتيجيه الفطائر، لا يعني هو ما يقول ينظر العالم الفلاني انها كذا، لا من عنده، هذا هني نبدا نقول ايش؟ هذا زين، لا بأس أن نطلع عليه، لكن يظل نشاط، يظل مشاركة، واحد مشارك أموره. مبين الحين أسلوب المحاضرة اللي قاعد أسوي كيف. طبعا شو اسمه، في نقدر نسوي بعض الأشياء بالفيديو، استراتيجيات مطبقة يعني ننزلها وشوفوها المعلمين ممكن. أحسن. مطبقة. ولذلك أنا صراحةً وغيرنا من الشباب. أنا ما يعني ما انزل من قيمتهم، اللي قلت لكم هم اللي يشاركوا وهم هم مصادر موثوقه، لا ما انزل من قيمتهم، بالعكس نطلع عليهم وتشوف صورهم كيف قاعدين يشتغلوا، تاخذ فكره صح، لان في المصادر العلميه الموثوقه بيكون ما في امثله، ما في صور واضحه، بيكون بس تقنين 1 2 3 ويمكن نظريه، ما في هذا للغرب مثلا للدروس، هذا زين ان انت تطلع عليه، والامثله بعد والصور الناس اللي يصورهم طلابهم وكذا ممتاز ان انت ايضا تطلع عليه. لا مثلا مثلا اليوتيوب ناس طبقوا على التطبيق موجود؟ اي تكلم الحين عنه اي مثلا حطوا بالفيديو وشوفوا الشباب وش قدامنا، يعني شايف كيف؟ لما نشوف الشباب حتى احنا كمعلمين زين لما نشوف والله فيديو زين استخدم كذا وكذا وكذا، هم بيتحمس وبيعمق حاجات عند الدين. الحين نشوف. وعليكم السلام. ايضا
لطالما انتقدت أمام جماعتي التعلم والنشر. دائما أنا ويا جماعتي وش التعلم والنشر اللي طالعين لنا فيه؟ وش في المسجدات الجديدة؟ ايش في الجودة؟ لا، الآن إذا كنت لا تقوى على تصحيح أخطائك السابقة وأفكارك السابقة لأجل جماعتك الصغيرة، فاعرف أن طلابك جماعة وش فيها؟ أكبر، وهم جماعتك أيضا. هذول جماعة صغيرة، هذول أكبر. وإن كنت ممن يقدسون أخطاءهم وأفكارهم القديمة، فاعرف أنك والزمن ضدان، والزمن ما حد يهزمه، ما شيء، فبتقعد محلك أنت، يمكن حتى جماعتك يمشوا. هل التعلم النشط يشغل البال؟ اختصار؟ حلل. نعم، ويحلل المال. استراتيجية التعلم النشط المعروفة الأساسية، وهي استراتيجيات التعلم أساساً، هي استراتيجيات التعلم بالأصل، لكنها استخدمت في تفريع وتنويع الأنشطة اللي سموها الناس استراتيجيات. هذه يمكن اطلعنا عليها في دورات تربوية، في شيء استراتيجية المحاضرة المعدلة، وهذه القديمة وهي التعليم التقليدي، استراتيجية التعلم التعاوني، البحث والاستقصاء.